فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: ما معنى قول المصنف رحمه الله: وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم؟ كيف يطأها وهو لا يعلم؟ لا يعلم أنها مغصوبة، حسبها ملك للغاصب. باعها الغاصب وشراها المشتري على أنها ملك للغاصب، تبين أنها ما هي ملك له، أنها مغصوبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.